السلام عليكم، معكم الفنان حسام ريف، فنان الأغنية الريفية الأمازيغية، الرصيد الفني 3 ديال لي زالبوم. غادي نقدم لكم واحد الأغنية ديالي جديدة من كلماتي وألحاني، ولكن مازال عاد ما سجلتهاش. غادي نسجلها في هذا العام إن شاء الله إلى كتاب. وراني درت لها واحد لو ستيل غيواني شعبي، مع العلم أنه معروف علي أنا كنغني الأغنية الريفية التراثية اللي ممزوجة بالأغنية الغربية الإسبانية والأغنية الفرنسية الأمريكية الإنجليزية وإلى آخره، ولكن بغيت ندير واحد المحاولة غيوانية لحقاش سابقا قبل ما ندخل الميدان الفني، قبل يعني تسمى ما ندير لي زالبوم ديالي، كنت كنغني الأغنية الغيوانية، وبغيت ندير واحد المحاولة في هذا الألبوم ديالي الجديد، وبغيت ندير هذه الأغنية اللي سميتها الله يحد الباس بالطريقة الغيوانية، وشكرا. الله يحد الباس، 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 الله يحد الباس. شي منا ساكت سكوت الطور الجبل، جزء من أغنية الله يحد الباس، ومازال عاد راني ما كملت لهاش الكلمات والألحان، وشكرا.